عارف بيك، شكرا كثير لك على كل شيء وعلى الضيافه وعلى الاستقبال اللطيف، بس تاخر الوقت وانا لازم امشي. اسراء خليكي دقيقتين لو سمحتي. بما انه الكل موجود انا لازم اوضح لكم شيء انتم ما بتعرفوه، وما صحت فرصه احكي قبل. انا واسراء كنا متزوجين. إسراء زوجتي السابقة. لما اشتغلت إسراء بالشركة كنت مفكر إنه ما رح تطول عنها، بس طولت ومشي حالها، وصار لازم برر لكم لأنه ضلت. مرحبا. ليش هيك وجوهكم بالجنازة كأنكم؟ لو عرفانة هيك كنت لبست شي بيليق بهاي المناسبة. أهلين. كينان، أنا عن جد ما كنت حابة أكذب عليك ولا حتى كنت عم فكر، أصلاً هذا القرار ما كان بإيدي. بتتذكري يوم اللي قعدنا بمطعم عيلتك وقت اللي سمعت إنك مطلقة؟ ايه طبعا بتذكر هاليوم هاد، وقلتي لي انه رأيي ما رح يتغير فيكي لا اذا كنتي متزوجة ولا مطلقة. ايه لساتني على رأيي، ما تغير شي وما رح يتغير ابدا، مين من كان زوجك، مروان ولا حسام ولا احمد، كله نفس الشي. عندي فضول بشغلة واحدة بس، لسا عندك مشاعر تجاه مروان؟ عندي مشاعر تجاهه. بس هلا انا كرهانته اكثر مما بتتخيل، مالي طايقه اشوف وشه. يلا بشوفك لكان. بكره بشوفك، هيك قصدك؟ ماشي بكره بشوفك. لأنه أنا بالزور أقنعت مديرة مشروعي بالشغل معي، يعني الموضوع ما كان بهي السهولة، وما بدي أتركها على راحتها لأنها عنيدة شوي فوق ما بتتصوري. طلعتي بتعرفي تضحكي. ليك كنان، أنت من البداية وقفت جنبي وما تركتني لحالي، وأنا ما رح أنسى هالمواقف الحلوة. شي اللي منيح ما بينتسى بالسهل. وأنا كمان عن جد أنا بشكر فضلك علي، وبابا معه حق باللي حكى. أنا ما كان بدي فوت على التدريب، ولولاكي ما كنت تحملت ولا 3 أيام، وبابا ما كان رح يشوف شي. المهم هلأ بكرة بدي أشوف إسراء طاقتها عالية كتير لأنه عنا شغل. تمام، لكن تصبح على خير. بشوفك. بشوفك. يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.